السلام عليكم. كيكة اسفنجية قطنية خرافية بدون محسن كيك وبدون ماء. عجنتها بالسيفن اب. تابعوا الفيديو. نحتاج كوبين وربع من الطحين، ربع كوب من النشا، نص خاشوقة كبيرة من البيكنج باودر، وخاشوقة كبيرة من الفانيلا الباودر. راح ندخل المكونات تقريبا 5 أو 6 مرات، كرر العملية. بعدين راح نجيب 5 بيضات، كوب وربع من الشكر، واستخدمت سيفن سبرايت راح اخذ 3/4 الكوب من عنده. راح ابدا اخلط بالمكونات المحصل على هذا القوام ثقيل نوعا ما. راح ابدا اضيف الطحين على 4 أو 5 مراحل لما احصل على هذا القوام. بجدرية مخلي ورقة الزبدة، وراح اخلي الخليط، طبعا انا مشغل الفرن مالت الغاز وحاميه قبل، راح اخليه بس النار الجو اخذت تقريبا 1.25 ساعة، وهذه كانت النتيجة. واكيد راح نذبحها ونشوف القوام مالتها. مثل ما تشوفون القوام اسفنجي خرافي جدا جدا. طبعا هذه تجربة جودة الكيك، مثل ما تشوفون فتشي خرافي. بالتأكيد هسا تتسألون ليش استخدمنا سفن. ببساطة أي مشروب غازي راح أخليه مع البيكنج باودر راح يصير عندنا تفاعل ينطينا ثاني أكسيد الكربون بكمية أكبر، بالتالي راح يصير عندنا جيوب هوائية أكثر بالكيكة، وراح تنفش الكيكة وراح تكون أعش. ليش؟ ببساطة يعني. شوفكم فيديو جديد ومعلومة جديدة. تجربتنا الكيك والسفن، شوفكم تجربة جديدة.